بصراحة فيديو لمهندسة يستحق الاهتمام، أضعه أمام الرأي العام. انطول الفيديو مال دعاء سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دعاء سعد، مهندسة وباحثة في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة مع التعليم العالي. أنا دا أسوي هاي المناشدة للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي إيجاد حد المعاناة. يعني مصابة بالسرطان، والإصابة جتني من جراء العمل في هذه الوزارة، اللي جتني نتيجة عملي على مكبس النفايات المشعة، ولأن كنت أشتغل على إتلاف الأعتدة المنتشرة في عموم العراق، لأن دائرتي كانت تعمل مع التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع على إتلاف الأعتدة. تكلفت بالعمل وأخذت بكل محبة ومو ندمانة على اللي صار بيها، لأن أنا كان هدفي إنه أخلص أبناء بلدي وأطفالهم من الآفات المنتشرة في عموم العراق. بديت أشتغل أبحاث، سافرت مع منظمة اسمها النام سنتر للهند على نفقتي الخاصة، سويت بحث طلعت بالأولى على مجموعة الفريق اللي هم 70 واحد، وجيت حتى أطبق بحثي ما كان أكو مكان، بديت ورشة من مالي الخاص بديت أطبق بيها، كان هدفي إنه أسوي منظومة متنقلة لإتلاف الأعتدة حتى نأخذها بأي محافظة نتلف بيها الألغام وبقايا الأعتدة هذه اللي منتشرة بعموم العراق. انصابت بالسرطان في فترة تغيير الوزراء، وإحنا المعروف علينا الوزير من يتغير ما يعمر بنيان اللي قبله، إنما يهدم. انغلقت ورشتي، توقفت عن العمل، سحبت أبحاثي، بل أصلاً كنت ما موجودة، فانحطت بحوثي وأوراقي وملفاتي مقتنياتي الخاصة في أكياس مال زبالة منشورات خارج الورشة. ما طالبت أحد بتعويض، تحملت وحدي المرض بتبعاته المعنوية والمادية، عمليات رحم إنشال، أجزاء من أمعاء إنشالت. جيت قابلت السيد وزير التعليم العالي بعد ما أخذها السيد دكتور نبيل، قابلته قلت له أنه حكيت له على وضعي، وقلت له أنه أنا أريد أن نقل على حسب الهامش اللي موجود مال حضرتك أنه نقل للجامعات المستحدثة. فقال لي جامعة نينوى من حقي أن نقل عليها، وأنا أحسن لي لأن أنت تعالج بكردستان فقريب من عندي من مكان علاجي. فقال لي لازم تجيبين موافقة الجامعة التقنية الجامعة نينوى، فرحت جبت موافقة جامعة نينوى بالتخصيص. طبعا احنا دا نحكي عن 200,000 300,000 فرق التخصيص، على الرغم وافقت الجامعة ونطوني للفرق التخصيص. اجيت الوزير كتب لا جيبي موافقة التقنية الشمالية هالمرة، رحت قابلت وجبت موافقة الجامعة التقنية الشمالية ورفعت هالمعالي الوزير. ايضا توقفت مرتين ثلاث، تصعد للوكيل يتوقف. زين ليش؟ زين هل هكذا اعوض اني؟ هل هكذا اعامل بعد ما فقدت صحتي وشبابي؟ اجي هسه اني مجرد انه اطالب ان اتواجد بمكان قريب من من مكان علاجي، وانه شوي احسن من مستوى الراتب مالتي ب 200-300 ألف على مود اسد نفقات علاجي وبعنا كل شيء. احنا حتى ايجار ما نقدر ندفع، قعدت ويا اهلي هسه اني ما عندي سكن ببغداد، رايحه جايه، وكل هذا الوزير يهم الشيء ويرجع يطبقون شيء ثاني التعليم العالي، على الرغم بذريعه الضوابط اللي هي مئات النقلة من العلوم والتكنولوجيا للتعليم العالي. وبهاي السنة أصلا عشرات النقلة، وأني شفت الكتب مالتهم ممن يقرأ ويكتب، وأني يقولوا للضوابط ذو شهداء ودكتورة فقط. زين وضع الصحي أني، زين أني اللي صار بي بسبب عملي ما يحق لي أنه النقل على أقل مكان قريب من علاجي شوية يتحسن وضع المالي؟ فرق يعني أرقام يعني ضعيفة أصلا. مرحبا سيدة دعاء. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا. اول شيء طمنينا صحتك هسه حاليا شلونها بعد العلاج؟ والله الحمد لله يعني ماشي بخير الحمد لله. يعني المساله الاولى يعني تجاوزتها، بس انا طلعت لي ثانيه يعني اللي هي انت انصبتي من الخدمه ومن جرائها بالمصطلحات العسكريه. زين مركز الابحاث مالتك ليش تم هدمه وقل يعني أهملت هالبحوث وما قدمتي من منجزات؟ منو كان سبب بهذا وليش ألغي، ليش دمر؟ والله أستاذ، هو إحنا الآن كنت أشتغل على مشروع إنه أسوي موبايل ديستنيشن شامبر، اللي هي منظومة متنقلة لإتلاف يعني ما تبقى من الأسلحة، إنه نأخذها يعني شفتها مثل تريلر ينحط بيها سلسلة العملية مع الإتلاف ونأخذها كل المحافظات. بديت اشتغل اني طبعا كله يعني اني اجيب تانكيات واجيب سوالف، يعني هاي
يعني العفو من المشمورة بالدائرة أقعد أنا أرمم وأسوي حتى أسوي ورشة، والورشة مضروبة صاروخ أنا رممتها وبنيتها. الورشة سويتيها بنفس الدائرة؟ لا داخل الدائرة. أي أي نعم. ليش أتلفوها؟ الضر منو هاي؟ والله هي تغير، إحنا كان بوقتها يعني تغير الوزير إجا العيسى في وقتها، فتغيرت الإدارة، شالوا المدير العام السابق الله يرحمه وحطوا مدير عام جديد. المدير العام الجديد ما كانت هاي في يعني مش شايفة مهمة، وقفوا العمل بها كلها. وأنا كنت بيك الفترة أصلاً أتعالج بالسرطان، فجيت يعني ظرف أشهر جيت لقيت كل شيء مهدوم، يعني غراضي وأشيائي محطوطة بأكياس ما زبالة ومشمورة. زين، أنت خلال هاي الفترة شعرت أن هنالك أطراف أو جهات لا تمتلك أو ليست لديها رغبة بتطوير الفكرة التي بدأت منها؟ يعني أن هنالك أطراف تتضرر من أن تتطور فكرة البحث اللي عندك؟ لا، يعني بيش يضر، يعني بيش يضر أن باحث قاعد يشتغل وبيسوي حتى ما بيكلف الدولة أموال، يعني بيسوي من نفقته الخاصة، يعني بيش يضر أحد يعني وبيشتغل شيء يحمي بيه أطفال أو لا، يعني عوائل ممكن، يعني احنا بنسمع وبنشوف يوميا قد اكو ناس بتنقتل وبتموت من جراء التعامل مع هذه الاسلحه المتروكه والمتهالكه. الان هسه انت المناشده انه انت بعد ان تعرضت للسرطان تردين مجرد نقل من بغداد الى الموصل؟ هو انا مو فكره الموصل، هي انا اتعمل تعميم للدائره. احنا العلوم والتكنولوجيا اولا عفوا العلوم والتكنولوجيا مدمجة مع التعليم العالي بالاسم، مئات من الموظفين من العلوم والتكنولوجيا نقلوا للتعليم العالي. الفرق تعرف انه ينطون الجامعية بالتعليم العالي، يعني بالنسبة لراتبي انا يمكن 1000 يزيد لي على راتبي، فصارت للواسطات، اللي عنده واسطة ينقل للتعليم العالي، واللي ما عنده واسطة يبقى بالعلوم والتكنولوجيا. وانت بتشوف هسه انت تردين من العلوم والتكنولوجيا الى وزارة التعليم العالي؟ اها، الى التعليم العالي. بيش يخدم معالي الوزير انه بيش يخدمش هذا؟ بيش يخدمني؟ يخدمني اولا انه انا راح انقل لمكان قريب من علاجي، يعني اختاريت لي ان انقل لجامعه التقنيه الشماليه بكركوك، انا هسه ساكنه كركوك، يعني اروح واجي من بغداد الى كركوك للدوام. أي. كل عطله نهايه الاسبوع انا اذهب الى كركوك وارجع بدايه الاسبوع القادم، لان هسه تقريبا 50% الدوام. نعم. فهاي رايحه جايه، هاي تعرف انت ايش قد تكاليف تكلفني. انت يا بالاسم من انت من سكنه كركوك؟ اني لا، هو اني كنت ساكنه المنصور بالداوودي، لكن ايجارنا غالي، قلت ما اقدر ادفع الايجار بسبب انه العلاج هناكنا، يعني تعرف انت هذا بالعراق كل شيء بفلوس. الان في كركوك انت مليون. الان في كركوك؟ الان في كركوك نعم. يعني معالي الوزير ترى هاي مو قضيه فيزياويه، وبعدين هذه اذا انت باكر حتى لو القانون ما يسمح، القانون اكو بجانب انساني، امرأة اشتغلت وخدمت وقدمت واشتغلت في منطقة محظورة واصيبت بالسرطان، نقلها الى كركوك يساهم في تخفيف اعباء عليها، وباكر ترى لا النزاهة يحاسبونك ولا الدولة تحاسبك ولا القانون يحاسبك ولا الدستور يحاسبك، هي خروقات دستور، مواد دستورية تخرق لا تتشكل حكومة ويخرقون القانون، والبوك صاير لخوة موزة، ظلت على هاي المسكينة المصابة بالسرطان ما تقدروا تطونها ورقة نقل تحيلوها حتى تداوم قريب على مكان علاجها، عراقية شابة مريضة بالسرطان نتيجة خدمة نزيهة بالدائرة، باكر ما حد يحاسبك. هسه هي لو النزاهة هي واصلة كان ما وصلنا إلى هذا الحد أو إلى هذا الحال. هسه نريد تطبيق القانون، يعني هذا قبل شوية قاعة ماخذينه رغم القانون ورغم القضاء ورغما على الكل، وهذه بنية شابة مصابة بالسرطان تقول لك انقلني يمالي، ما راح تنقلب الدنيا ترى، ما تشوفون الله شلون غضب علينا، ما تشوفون ليش وصلنا لهاي المستويات، لأنه انعدمت الرحمة. بس هذا لو أكو واسطة ولو أكو شخص يأثر، مو كل إحنا يجب أن نشتغل بالواسطات، لازم يكون أكو رحمة إنسانية عندنا. هسا أنا ما تعارض مع قوانينك معالي الوزير ولا يتدخل بشغلك، بس أكو جانب إنساني، امرأة مصابة بالسرطان وتقول لك أنا ما أقدر وما أجرب كركوك وردة النقل هناك، والله ما راح تنقلب الدنيا. نعم